أحيت الفنانة العالمية سوبرانو سمية حلاق أمسية باروك كلاسيكية في كنيسة سيدة السلام في حمص القديمة بمرافقة السوبرانو مايا دباغ والفرقة الموسيقية، وسط حضور رسمي وشعبي بتنظيم من جمعية أمل حياة حب للسلام. العمل الاجتماعي والعمل الوطني والعمل الروحي مهمين جدا بالحياة اليوم، مثل ما سمعتوا الثقافي، ثقافة الترنيم، ثقافة الموسيقى وثقافة الفن من المغنية سمية حلاق ومايا دباغ، ومن الموسيقيين يلي هن من أشهر الموسيقيين من دمشق وحلب. كنت كتير مبسوطة اليوم بالليل بحمص لأنه أول مرة بحياتي بغني بحمص، والجمهور كانوا مبسوطين، ونحن كتير كجمعية 1-2-3 أمل حب حياة للسلام، وأنا كفنانة كتير بهمني أدعم الفنانين بسوريا، ومنرفع المستوى تبع الموسيقى كلاسيكية، ومنعطي فرح بقلوب الناس. حفل فني جميل، باروك كلاسيك، فيه أوبرا وفيه سوبرانو وفيه عزف جميل، لحتى كمان نشهد بهالمكان أن الحياة نابضة ومستمرة بألقة وجمالها اللائق بمدينة حمص، هالمدينة الجميلة اللي فيها متزوقين رائعين للفن وللفكر وللجمال، وبالبقلون الشيء اللي عم يعرض اليوم قدامهم. نحن دائما بحمص رح نكون هالفورة الجمال اللي بتعبر عن جمال سوريا الرائع، واللي دائما بيظهر من خلال احتفالاتنا واحتفال من خلال تجمعاتنا بالكنائس وبالاحتفالات العامة عموما. حبينا نقدم بمدينة حمص ستابات ماتر دولوروزا، هو عمل كلاسيكي باروك من عصر الباروك من 1700. حبينا ننشر هاي الثقافة بحمص لأنه حمص هي مدينة الثقافة. حمص اليوم ما ماتت بالرغم من كل شيء دمار عم نشوفه حوالينا، بس الجمهور اللي كان اليوم معنا، الحضور كان كله مليان هيك أمل وحب وتفاهم وطاقة كتير حلوة، ورح يعمروا إن شاء الله هالبلاد وترجع حمص تعمل كتير نشاطات ثقافية مثل هالنشاط الثقافي اللي صار اليوم. كتير مهم اليوم اللي عم نشوفه بعد كل الدمار اللي عاشته هالكنيسة وهالمنطقة حمص القديمة. اليوم السلام اللي حسيناه بهالأمسية هو دليل على أنه نحن الأمل كبير، الأمل بالعمل، الأمل بالحب، بالسلام، بالاستمرار، بالإيد الوحدة لنرجع نعمر هالبلد من جديد. عبر هذا الحفل عن العمل الاجتماعي الروحاني الوطني، وهو ثقافة ترنيم وموسيقى وفن.